سؤال يقول: نرجو من سماحتكم زيادة التوضيح لقضية خلود أهل الكبائر في النار من المسلمين، وخاصة قاتل النفس المؤمنة، وما جزاء من قتل كافرا؟ أجمع أهل السنة والجماعة على أن من مات على التوحيد مسلما لا يخلد في النار خلود الكفار، وإن خلد خلودا خاصا لكن لا يخلد خلود الكفار. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال بعده: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاء في القاتل أنه يعذب بما قتل به نفسه، القاتل نفسه، جاء في الحديث الصحيح أنه يعذب بما قتل بنفسه من حديدة أو سم أو ترد من جبل في النار خالدا مخلدا فيها. قال أهل العلم: إن هذا الخلود ليس مثل خلود الكفار، بل هو خلود مؤقت له نهاية، أما خلود الكفار فليس له نهاية. والدليل على أن هذا الخلود له نهاية في حق القاتل والزاني وقاتل نفسه، الدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الأحاديث المتواترة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه كذا وكذا، حبة خر من إيمان، حبة بر من إيمان، شعيرة، إلى غير ذلك. والله سبحانه في كتابه العظيم قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال بعد هذا: ويغفر ما دون ذلك. فدل ذلك على من مات على ما دون الشرك من المعاصي معلق بالمشيئة، لا يخلد ولا يحرم من المغفرة أبد الآباد، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر المعاصي. فدل ذلك على أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله من الزنا وقتل بغير حق إذا ما استحله. لما الذي يستحل الزنا ويرى حلال هذا كافر، أو يستحل قتل الناس بغير حق هذا كافر. ولكن إذا قتل وهو يعلم أنه عاصي وزنى ويعلم أنه عاصي وحكم بغير ما أنزل الله لشهوة وهوى ويعلم أنه عاصي، ما استحل الحكم بغير ما أنزل الله، هذا تحت مشيئة الله. وإن دخل النار لا يخلد، بل له نهاية، له نهاية ينتهي إليها ثم يخرج. والله يخرج العصاة من النار وقد امتحشوا واحترقوا فيقل في نهر الحياة فيموت ثم تموت الحبة في حامل السيل. هكذا جاءت النصوص الصحيحة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا قال أهل السنة والجماعة قاطبة، ولم يخالف في هذا إلا الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا إن العاصي كافر، الزاني كافر، القاتل بغير حق كافر، السارق كافر، وظلوا في هذا، ظل لهم أهل العلم وذلت النصوص على تضليلهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهل النار، وأنه إذا ذكرهم قتلهم قتل عاد، وأننا نحقر صلاتنا مع صلاتهم وصيامنا مع صيامهم وقراءتنا مع قراءتهم، وأنهم يرقوا من الإسلام ثم لا يعودون إليه. هؤلاء هم الخوارج مكفرون بالذنوب، والمعتزلة مثلهم، إلا أنهم زعموا أنهم لا يكفرون، ولكن قالوا إن المصير واحد، وأن متى دخلوا النار لا يخرجوا منها، من دخلها لا يخرج منها. وهذا قول الخوارج، هو قول باطل مخالف لأهل السنة ومخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن العاصي يخرج من النار ولا يخلد أبدا الأبد.